ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، مصر وأوزبكستان ترتبطان بعلاقات تاريخية متينة آخذة في التطور على كافة الأصعدة، سواء كانت سياسية واقتصادية وأمنية، لكن هذه القواسم التاريخية والسياسية المشتركة بين الشعبين المصري والأوزبكي إلى ما تشير في الفترة المقبلة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو النهاردة في يعني لقاء مهم بين السادة الرئيس ورئيس أوزبكستان، واللي بيزور مصر في زيارة رسمية. احنا ممكن ننظر إلى هذا اللقاء في إطار الروابط القوية التي تربط بين مصر وأوزبكستان، وأيضا في إطار دبلوماسية القمة، يعني دبلوماسية القادة والزعماء، ودي دبلوماسية ناشطة في مصر في السنوات الأخيرة. صحيح. بنجد أن هذا اللقاء بينظر إليه أيضا في ظل العلاقات التاريخية والحضارية والثقافية اللي تربط باكستان وعبر التاريخ الحقيقة. وفي الآونة الحديثة والمعاصرة نلاقي أن مصر من أول الدول اللي أقامت علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان عقب انفصالها عن الاتحاد السوفيتي السابق. إذا هي روابط مختلفة ومتعددة، سواء على المستوى الثقافي أو المستوى التبادل التجاري أو المستوى التاريخي. في مثل هذه اللقاءات بيبقى فيه، وبنتوقع أن هيكون له آثار هامة، بيبقى فيه نوعين من المستويات التي يتم بحثها. المستوى الأول هو العلاقات الثنائية بين الدولتين وتدعمها في مختلف المجالات، يعني سياسية، اقتصادية، تجارية. بيتم توقيع اتفاقات وبروتوكولات هامة بين الدولتين، سواء في مجال التجارة، في مجال التبادل التجاري، في مجال السياحة، وخصوصا يعني أن مصر بتعتبر من أهم المقاصد السياحية للأوزبكيين. المستوى الثاني اللي بنسميه قضايا ذات الاهتمام المشترك، يعني قضايا بتهم الدولتين، وخصوصا ان العلاقات توطدت بين الدولتين عقب اللقاء بين الرئيسين في تاشقند. كان السيد الرئيس زار اوزبكستان في عام 2018، كان في ايضا لقاء في العام الماضي بمناسبه دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه. بنتوقع في الفتره القادمه ان تتزايد العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين الدولتين لترقى الى مستوى العلاقات السياسيه القويه، وخصوصا في المجال التجاري. وبينظر الى اوزبكستان ايضا باعتبارها مدخل لاسيا الوسطى. مصر ايضا بهذا المعنى هي مدخل للقاره الافريقيه وللمنطقه العربيه، وده بيعطي اهميه كبيره لتدعيم اواصر التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين، ايضا في مجال السياحه والمجال الحضاري والثقافي والاثار. كل دي عوامل بتساعد على تقويه الروابط بين الدولتين وتدعمها في مختلف المجالات. ونتوقع ان تسفر هذه القمه وهذه الزياره عن توقيع عديد من الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات، والتي من شانها تقويه وتدعيم التعاون. نعم. دكتور إكرام، في رأيك طبعا في ظل المتغيرات الكبيرة اللي بيشهدها العالم الآن، وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، شكل التعاون المصري الأوزبكستاني في الفترة المقبلة، وإلى أي مدى يمكن لمصر أن تدعم سياستها الخارجية وعلاقتها الدبلوماسية المختلفة في إطار يعني هذا المشهد الجديد الذي يشهده العالم؟ طبعا يعني العالم كله بيشهد تحديات. الدبلوماسية المصرية والدولة المصرية والقيادة بتتحرك ايضا لمواجهة هذه التحديات وتخفيفها وتخفيف آثارها السلبية الى ادنى حد ممكن. احنا بننظر ايضا الى هذا اللقاء المصري الاوزبكستاني في ضوء السياسة الخارجية المصرية اللي تتسم بالتوازن وبتعتمد على تعددية المحاور وعدم الاقتصار على مجموعة يعني محدودة من الدول. صحيح. بل بتتجه إلى الجنوب والشرق والشمال والغرب. هذا اللقاء بيمثل يعني تأثيري أحد المحاور في السياسة الخارجية المصرية، وهو التوجه نحو الشرق. شرق يعني القارة الآسيوية بما فيها من دول
متعدده، وده بيحقق ايضا مزيد من الاستقلال للسياسه الخارجيه المصريه، مزيد من القدره على مواجهه التحديات اللي بيتعرض لها العالم. لذلك يعني نلاقي ان مصر اصبح لها علاقات قويه بعديد من دول العالم، وايضا بالمنظمات الاقليميه والدوليه. ويمكن احنا راينا في منذ فتره قريبه دعوه مصر لحضور قمه العشرين القادمه، وده ايضا بيساعد على وضع استراتيجيات للتعامل مع الازمات التي تواجه العالم، وخصوصا في الجوانب الاقتصادي. صحيح. طيب اذا ما تحدثنا عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واوزبكستان دكتور اكرام، كما ذكرت حضرتك يعني مصر تعد مقصد سياحي مهم لاوزبكستان، هذا اضافه الى انه بيتم تصدير منتجات صيدلانيه وحمضيات وغيرها، كيف يمكن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بشكل اكبر واكثر خلال الفتره المقبله، ما يدعم العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين البلدين؟ يعني احنا بنتوقع ان في الفتره القادمه وكمخرجات بهذا اللقاء الهام على مستوى القمة بين الرئيسين، بنتوقع أن يزداد ويتدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وأوزبكستان، سواء في التبادل التجاري، وأنا عاوز أقول هنا أن التبادل التجاري ربما لم يصل إلى ما هو مأمول في الفترة السابقة، نتوقع أنه يزداد في الفترة القادمة بحيث يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية التي تربط بين الدولتين. يعني ربما التبادل التجاري في السنة الأخيرة ربما يعني لم يصل إلى 50 مليون دولار، ده يمكن ربما يكون أقل مما هو مأمول. نتوقع في الفترة القادمة أن يزداد التبادل التجاري بين الدولتين بما يتناسب مع قوة العلاقات السياسية، وخصوصا في مجالات مختلفة زي مجال الزراعة، مجال الأدوية، الأنشطة التجارية، التبادل التجاري، السياحة أيضا، وخصوصا أن السياحة المصرية والمقاصد المصرية بتحتل أهمية كبيرة لدى المواطن الأوزبكستاني. إذا هذا اللقاء، لقاء القمة اليوم، نتوقع أن تترتب عليه عديد من النتائج الإيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وبما يعود بالفائدة المشتركة على الدولتين وعلى الشعبين. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف.